السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حنين موسى من قناة فكري تقدري. في الفيديو ده هنعمل بسكوت ممكن نعمله في رمضان، وبصراحة أنا عملته احتفالا، يعني إن ربنا شفاني من تمام، فقلت احتفل معاكم بقى ونعمل حاجة حلوة كده. ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. نبدأ بالمكونات. أول حاجة هجيب بيضتين، هجيب كوباية سكر مطحون ناعم، او انا عشان انا كده كده هزينه في الاخر فمش عايزه انه يكون مسكر قوي، فحطيت كوباية الا شوية زي ما انتوا شفتوا كده، وهخلطه كويس جدا. وبعدين احط سمنة، كوباية سمنة، وبعدين اخلط تاني، وبعدين احط 4 كوبايات من الدقيق. وكيس بيكنج باودر. وبعدين اعجن. وده هيبقى الملمس بتاعها في الاخر، ناعمة جدا. قسمتها بقى لثلاث حتت، واول واحده هحط فيها اللي هو مكسبات الطعم والريحه بطعم البرتقال او بريحه البرتقال. وهعجنها بقى كويس جدا، وبعدين هحط الوان طعم لون برتقاني عشان يدي في الاخر العجينه تبقى بطعم البرتقال. ممكن تستغنوا عن كل دوت بانكم تحطوا فانك، بس انا ما جربتش الموضوع ده الحقيقه. وده اللون بتاعها في الاخر. تاني حته بقى هحط عليها الكاكاو، هحط 3 معالق كبار كده عشان يديلها طعم حلو. عجن كويس. لغاية ما بقت باللون ده. تالت قطعة وحجيب احط عليها كيسين فانيليا. وبعدين اعجن. وبعدين احط الكيس التاني. عشان هي الكيس دي ما بيبقاش ليها ريحة قوي يعني، فحطت كيسين. عملت بقى عجينة تانية وحطيت عليها، عشان هي ما كفتش يعني اتقسم لأربعة، فجبت عجينة تانية وحطيت عليها معلقة صغيرة من القرفة. هبتدي بقى ان انا افرد العجينة، هي بتلزقش خالص، حلوة جدا القوام بتاعها. بعدين اخد واحط وهكذا، قطعتها بالقطاعة دي تدي شكل البسكوت كده. وبعدين هقطعها بشكل القلب. حطيتهم في الصاج، وبعدين هحطهم في الفرن بعد ما طلعتهم من الفرن. وده شكلهم. هنبتدي بقى التزيين. اول حاجة سيحت الشوكولاتة، بعدين هحط على واحدة من جوه، وبعدين حط عليها واحدة تانية وهكذا. وبعدين الشوكولاتة البيضة حاملها بالشكل دوت كده من فوق. حاجات بسيطة يعني، مش هزين يعني.
ودي النتيجة في الآخر. فعلا هو طعمه حلو جدا برغم مكوناته البسيطة جدا وطريقته السهلة، بس هو حلو جدا والقوام بتاعه هش جدا. أتمنى تجربوه ويعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، ورأيكم هو أهم حاجة بالنسبة لي. وبس كده، سلام.